قريبين لي ان احنا جبنا شخصيات كرتونيه وحطيناها في مصر. قلنا نركز شويه على العادات والتقاليد المصريه ونتكلم على الثقافه المصريه بوجه عام، سواء بقى شغلانات مصريه، سواء حاجات المصريين بيعملوها المصريين بس، اماكن المصريين بيروحوها، الكلام ده. احنا بنقعد نتكلم معاه نشوف مثلا اللايتنج بتاعت احنا بيكون مثلا حاطين في دماغنا ان الصوره دي هتحط عليها الكاركتر ده، فاحنا بنكون اوريدي عاملين سيرش على الكاركتر الاضاءه بتاعته جايه ازاي والكلام ده، فبنبدا نقول للسويلر مثلا الاضاءه بتاعت الكاركتر هتبقى جايه من هنا فلازم نصور الصوره من هنا مثلا، فهو بقى طبعا يفهم عننا اكتر من كده كتير، احنا بس بنقول الايديا بتاعت الصوره وهو بعد كده هو بالخبره بتاعته الفوتوجرافي هو بيعرف يلقط الصوره ازاي. فينا بيتخيل حاجه من دماغه، يعني دايما كنت شايف الموضوع من وجهه نظر التصوير اكتر وهم شايفين من وجهه نظر الكاركتر هيعرف يركب على الصوره ازاي، فاحنا كنا بنقعد نقاد على بعض كل شويه حد يقول فكره فالتاني ممكن يزود عليها وهكذا، ونقعد يعني نشوف كذا اتجاه من التفكير يعني نشوف هنحط الصوره ازاي. ففكرنا نزلنا اماكن زي الحسين ورحنا وسط البلد في الاول قعدنا صورنا شويه شغلانات هناك طول ما احنا ماشيين في الشارع قاعدين بقى نشوف ايه ده، طب الفكره دي تنفع دي تنفع، وجينا افكار طول ما احنا ماشيين وقاعدين بنصور المواقف زي دي. بس ناخد الصوره وبعد كده بنحطها على اللابتوب عندنا نبدا بقى نشتغل عليها، نبدا نحط الكرتون كاركتر نعمل له كروبينج ونحطه في المكان اللي احنا صورناه. بعد كده نقعد بقى بعد ما يعني بعد خلاص بقى بجيب الكاركتر واحطه في الصوره نبدا بقى نفكر احنا الثلاثه، طب احنا ممكن نزود هنا مش عارف ايه بقى احسن، يعني هو كل ما الصوره بيزيد فيها ديتيلز كل ما بتبقى اقيم وليها فاليو اكتر.